أزول السلام عليكم في ناتج الناس إن شاء الله تفتحني مليح مشتورا ستة ميتين وخمسين ألف نفر أكبر تجاري وشيء هو نتاع فمي إجنح شدة السائل في المرة من طامر محمد الرمز إجنح رمز ضم قرار من نتاع أتوقع تخليد ذكرى 60 رحال مولى محمد Yeah.
Zet hij doet het. Nou, we gaan niet wachten op de rest. Nee, want er is je het. Want er is jouw liefde. Wat is het? Nou, het is, ja, ik ga je vinden met die barrières. Nu was jij? Zit je in de verdeling hier langs op? Ja, wat is het? Goedenavond allemaal. Zoen maar. We gaan in Jaman. Met een nieuw. Met een nieuw? Wat is het? يا اي ولا نجات قليله اتصل نجات متعني شنو نجات تاريخ داش بدات من تكف في ولادنا الصغار الصغار اللي جنير ستاس والصغار اللي شو دين ودري استخدي ولا طبي كمل صغار اللي اللي مش قليل لا غادي نزيدش من الصغار الصغار فادي بونس سميتي غادي نبدا بعد التليفون راجع التليفون وني غادي جوج التليفون اش كتاور اش بيف تليفون شي جي جي فادي جي جي كاستي ما عليش طياره ولا هليكوبتر ولا ما عاش بنت كتاخ مني هذه اللي واوات يتداوى شنو غيتسول هذا غنسوي ديري حميد مروات لحميد وتغيك مروات يمكن صحابي وتغيك يلا من غاش من عليهم شي شنو شقاني سعيد اسنوس ودابيرش في ميتك وهذا مش صغارير اون ذا نيمر اي سي تي اون ذا نيمر تغدي وترخت شفت كيك سعيد غادي تغدي حنجان تمغات زبلة تمغات وزما زاد تقول والو تم زوار وتانو ميديا ويستين تزيري ميسي ميسا ازير شن نغني ميدن ميدنتك واه ميدنتك وغادا نجا اسا ونيتا قا ستيلي سكوسا ستيلي سكوسا وشا خاص نسيو ستيلي سكوسا المولاي محمد زكوامير اجدير 1980 يموت في 6 في شهر في يوم 2 في 63 في مصر في القاهرة ويموت في مهندس واخو إذا غدي وين دار نهار هذا؟ أمس ترافق مولاي محمد ترافق مولاي محمد واه ستي ختي انت ما مش ستي ختي تاويزة ستي تاويزة وغادي تجري ورقتين ستي ختي تاويزة ماشي مليح راه بيدا أمغا أنا ميحا مدي بالدوام من الزغة نهارا من الزغة السبعة موتة تنت نايل لانسو بخاخوني في المزيخ لان دورو كار بطخام يا مزيخ أصلا إيمان دي بهوفت عن نايل لانس كلي بخوية إيش إيمان دي خيري فاين سبريك كم يا تفتال الناس يا أنا عايزة براختغ فتال روك تزايش تلك براختغ أبس تفتال بورت بيان يا كيك باي كنا دورو كار دون Maar alles vertellen, vooral straks de discussie, dat gaat om... Najat, nog, Zaskan, 60 jaar die perspectief in geschiedenis. Ja. Het was de roes. Het was heel erg. Misschien kun je het wel zeggen. Misschien wat ik niet meer hoor. Ik heb mij al dat. Maar ik zei, 60 jaar... Stilis Goesa. Stilis Goesa. Mijn dag toe, hè? Ermenidja. Stilis Goesa is Gwamil. ان شرقاتس نازو ان سوفو فرانسيس اسبانيو جاكوبو بيني نغني زيد ماتنا ارماني ني ودرخو ماني نجرخو اندروني غندحش سنين سنين اندرو ام زوارو مي مي غندرو قاعد نحضر ايا ويا نتقابل ايا ويا نتتا ايا ويا
أجل بدو خلال واجب مالي بدو خلال سيرتي حتى مي غادي نحضر على المغرب غادي نحضر على الريف غادي ما عطونيش باش يعطيني لاكارت ناسيونال عباد الله ما يمش لاكارت ناسيونال سامحيه ومن قال لاكارت ناسيونال اي دي سقان سيبانش اختو شو غادي نمشي شو غادي نمشي شو غادي نمشي غادي نمشي ماشي باش تحسن ما إذا اختو غان هذا ماني نتجا أنا بدأت إني ماني خسير مليح ما يلي وعي تجي بوش أنا ويدود سن جيت مواد وطيتي سيد صغاري نش وعي تاري سير سنس أتفت زي أوتريخت نيغزي بغامستردام إتك واتساب نيغيتك فيسبوك تعلم شو دين فيسبوك إتاري سي قارس عيد ميلاد وكساعد وجي ما تنغضي خفنش واش يبو التفق وزي ما غسي علي واش نحاش تماسي قد جب ني غادي يعرف سولاندش ما رواي سيري يعرف سولاندش ما نويت كيا ما رجع في عديس شت كيزة معلش واخ من الشمال ستيني سقوسة خو من الشمال عقش نش سوار في مازيغ تينو واخا قايدة لي بلاندش دخاراني وذاني ديوسين ما رسا وانت مازيغ على حالي واه اش تبغى في الله ماشا غزاع باش نسن التصب قام يوسين داشان يجنز زي مواعة النخ الناس دي رازا استوار 35 سقوسة الناس هذا مش 20 سقوسة ست سوانت هذا مش 20 سقوسة ست سوانت أتفرش ما يستورت مزيخ شحال عندنا سقوسة مش قاعد تصور واخا خر قاضي واخا المليح ثلاث شوني دي بشغل عزات ازاي سنو المد مشا انا عدوني شان انا بدا زغن ليش نعرف كريم وهو الناس ديريكت اي مينوت ستيلت كاش ان توكس ليد فروم ذا يا عارف اند ذنا از ديريكت اي مينوت ستيلت هيل خرات ثانك يو بيل حتىكم اي زغن
لي في دريست فان البروغرامات كل يا ادن رغا خوش مثلا كريمة عندنا جدنا سمش يا ان بعد البروغرام بين غانا كوشيا وش انا غان وغان نجد كريمة اتورد فان اوروبيس ايل فيلم كولكتيف اوانا سدي سو مثلا سعيد بودوف ادي دروف ايزنايين دي مسير قاعده شهر 1921 26 سنين غادي يدير غير شنو مهوى ذا كيس وني غادي يسقسي ثاني غادي جا يسقسي ثاني اتفا السقسان سنين هادي سوما ثنغ مين تسمى مثلا حميد توالي هادي السور سترايد ومعرف ايدنتيتايد هيراكلس في انعرف السور خا شو صغير غير ايدنتيتايد هادي باش تفوت ثونغيت ثونغيت يا أوانا سمي غاي كمر مردين يحضاس إسقسيتن إي حميد هذا سليوش أوانا سديري ديني جم باوزة مرغ على الوقت لا لأن إما زلو نصور نتص دي عن الوقت شم معرض خواله مرغ على الوقت ذاك باوزة مرغ على الوقت باش أنا جاك تصامي قال أغذان الشيء ما حنا نحضر منه ونه أنيني أمسح أدي باوزة أدي لي باوزة وأدي لي بوشة منه ديني أدياس ميوزيك اللي غير الحيل عشر نجيرت اللي غير 11 نجيرت بس نقاد قيت سعيد قارس 11 نزياق أسعى للتص هون قالوا أن غاد جاد 12 تلقى نحن عاكو حقا تدري نب كل شنة دي وضغة تدهنس نيخ تدهنس كل شيء لقد خيو أدي رغي خوش ما كريمة أزحف أتيني أول سيسم أن أوروبيس إيريفين كولكتيف إكليس مستراكسي لتنيرلانس فور أزوليت ما السلام عليكم إيش تحيات تمقرات سر الجمهور سنغير لغورنا استمزيق نصوت جارنا لكن ثبرتي إنه سيسم الائتلاف الأوروبي أصيب لغز تعرفت لأن باش حد نغني أدي فهم ورنس كوريش نصوت سوار سوى ورقي تفهم التا فمن إني نزو عن صيب لغورنا استعرفت أم تجا تكمر رادي بدا باش اتفان فهم تبرات مليح لان جيني تبرات التمقران تهي ما ينقص كلشي ينقص سواء اني زدغن داري تاع اللي غني زدغن ابارا تحية العزة والكرامة لكل الحاضرات والحاضرين الكريمات والكرام ولكل من تصله هذه الكلمة وطبعا للإخوة في لجنة مولاي محمد ومؤسسة إزوران منظمي هذا النشاط الراقي بمناسبة الذكرى 60 لرحيل رئيس الجمهورية الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي. أيها الإخوة والأخوات، لقد خاطبنا الزعيم يوما قائلا: إذا تناهى إلى أسماعكم أن الاستعمار أصرني أو قتلني أو بعثر جسمي كما يبعثر تراب هذه الأرض، فاعلموا أنني حي وسأعود. هذه المقولة العميقة للزعيم شأنها شأن كل أقواله المأثورة، لها حمولة رمزية عابرة للأزمنة ودلالات تجاوزت حاضرها وتعدته إلى الأجيال القادمة، وتؤكد أن مولاي محمد لم يكن مجرد قائد أو زعيم عاش مجده ثم مات، بل كان صاحب مبادئ وقيم ومشروع تحرري متكامل لا يمكن أن يموت ما دام هناك من يؤمن به وإمكانية تحققه على الأرض. أيها الإخوة والأخوات، إن إحياءنا لهذه الذكرى يأتي في هذا الإطار باعتبارنا معنيون بالدرجة الأولى بهذا الإرث العظيم بهدف استحضار روح مولاي محمد بيننا من خلال مشروعه والقيم والأفكار التي حملها، خاصة أن واقع وراهن الريف الأبي الذي احتضن هذا المشروع وظروف بناته وأبنائه يدعو لاستياء، وما أحوجنا إلى استلهام العبر والدروس منه للخروج من وضعيته المزرية تحت حكم النظام المخزني الذي يحارب بكل الطرق لإقبار كل ما له علاقة بمجد الريف وقيمه وخصوصياته التاريخية والثقافية. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن الإرث الذي وصلنا مبعث للفخر والاعتزاز، لكنه بالمقابل يضع على عاتقنا ثقل أمانة عظيمة سيحاسبنا التاريخ إن لم نحافظ عليها ونسلمها بدورنا للأجيال القادمة.
إن المشاريع الكبرى والأفكار العظيمة تحيا بحياة المؤمنين بها وتتحقق بعقولهم وبسواعدهم وإلا تموت. ووفق هذه المسلمة البسيطة، فإن الرهان الأكبر الذي يجب علينا أن نرحبه كريفيين أولاً وقبل كل شيء هو رهان إعادة بناء ذاتنا على أسس سليمة ومتينة لنتمكن من رفع تحديات المستقبل بكل ثقة. ولا يخفى على العارفين أن أولى دروس ملحمة التحرير وأحد أسرارها الكبرى كان هو توحيد الجبهة الداخلية وتحصينها والعمل المسؤول تحت قيادة شعبية شرعية رشيدة. أيها الإخوة والأخوات، ليس الغرض هنا هو استعراض تفاصيل مشروع مولاي محمد ولا حتى خطوطه العريضة في هذه العجالة ما نرغب فيه في ائتلاف ريفي أوروبا بهذه المناسبة هو التواصل مع الفعاليات الجادة على مستوى الدياسبورا الريفية بمختلف أطيافها وتوجهاتها ومحاولة إقناعها بأهمية جمع الجهود والعمل المنسق والمتكامل فيما بينها. مبادرتنا لم تأتي فجأة من فراغ ولا من أطراف دخيلة متطفلة، بل هي نابعة من داخل جزء حيوي من جسم المجتمع المدني الريفي في المهجر، وجاءت استمراراً لسلسلة من التراكمات والمحاولات الموؤودة على مر عقود من الزمن، كان آخرها ما صاحب حراك الريف المجيد وحركة دعمه من أوروبا التي عرفت زخماً كبيراً لا نريده أن يضيع هباءً. تجربتنا ومحاولتنا الأحدث انطلقت من بوبرتال الألمانية بست مجموعات عمل من مختلف المواقع، وهي أولاً لجنة مولاي محمد أوتريخت بهولندا، أجرو مدريد بإسبانيا، جمعية أريف ألمانيا الاتحادية، لجنة ستراسبورغ لدعم الحراك الشعبي بالريف بفرنسا، تجمع الريفيين ببلجيكا، جمعية الريف لحقوق الإنسان بباريس فرنسا. إضافة إلى هذه المجموعات لدينا دعم ووعود بالانضمام من طرف مجموعة أخرى من المواقع الصامدة، وطبعا نحن منفتحون على كل من يهمهم الأمر، وهدفنا هو ائتلاف واسع لبنات وأبناء الريف الكبير في الدياسبورا بكل أطيافهم. نحن أيها الإخوة والأخوات لا نفرق بين أهلنا بسبب آرائهم ومواقفهم ومعتقداتهم الدينية والفكرية، ولسنا تياراً أيديولوجياً منغلقاً على نفسه ولا أنجدة أو حسابات خاصة لنا. كل ما في الأمر أننا نحلم بحركة مرنة تستوعب الجميع على قاعدة الاحترام المتبادل وقبول الاختلاف في وجهات النظر وتقدير الأمور، ونسعى إلى العمل بشكل جماعي منسق ومتكامل وفق برامج عمل تزاوج بين الأنشطة الاحتجاجية الجماهيرية والندوات الفكرية والثقافية وحلقات النقاش، وبين العمل الرسمي مع المؤسسات الدولية والوطنية والريفية المعنية والترافع الحقوقي والدبلوماسي معها أو لديها على حقوقنا المشروعة. نطمح أن ينتقل بنا التنسيق العملي الميداني إلى أفاق أرحب من العمل المؤطر. لقد مضى وقت طويل ونحن نطرح الأسئلة ونتحدث على ضرورة الإجابة عليها ونعبر عن أفكار ومشاريع يجب القيام بها، لكننا لم نفعل شيء بصدد ذلك بعد. نحن إذن أيها الإخوة والأخوات في حاجة إلى فتح نقاش عمومي، وإن شئتم سموه حوار ريفي لتتمكن من صياغة أجوبة وتصورات ومواقف جماعية تكون بمثابة أرضية مشتركة
نقف عليها وننطلق منها قدما نحو المستقبل. هذا إذن هو جوهر ولب مبادرتنا النبيلة لتشكيل ائتلاف ريفي أوروبا، وهو ما يدفعنا إلى أن نعيد النداء إلى جميع الفعاليات الجادة وكل أهالينا على مستوى الدياسبورا أو على مستوى الداخل أيضا للتفاعل الإيجابي والبناء معها. ولعمري إن هذا لمن صميم الوفاء لقيم زعيمنا المفدى رحمة الله عليه ولمشروعه، وأن تجاهله نداء لمن دلالة التقاعس والتخاذل والتوارع. أيها الإخوة والأخوات، إن تراث مولاي محمد ثري جدا وكنوزه لا تقدر بثمن، ونوره ساطع يمكنه أن يضيء دروبنا ويفتح لنا آفاق أوسع، وما علينا إلا أن نسترشد به. لقد أوصانا الزعيم أيها الإخوة بالقيام بالواجب، وحذرنا من التخاذل والتقاعس، وأخبرنا عن تجربة بأن الكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب، لأنه لا يتوقف حتى النصر، ولأننا في عصر يضيع فيه الحق إذا لم تسرده القوة. فقد حث على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية والتفكير بهدوء قبل الضرب بشدة. كان شجاعا لا يهاب في الدفاع عن حرية شعبه أو أي شيء، ولأنه مؤمن بأن قضية الحرية لا تقبل أي حلول وسط، فإنه لم يرى في جحافل الاستعمار وإمكانياته الهائلة إلا وهم وخيال يتلاشى أمام عزيمة الرجال. عفوا أيها الإخوة والأخوات، فهذا النبع الرقراق الصافي يغري دائما بالمزيد، وحتى لا نغرق فيه نغرف منه لنجعلها حلقة في أذاننا، كما قال مولاي محمد صادقا: إن عدم الإحساس بالمسؤولية هو السبب في الفشل، فكل واحد ينتظر أن يبدأ غيره. فلنتحمل مسؤوليتنا أيها الإخوة والأخوات كاملة، ولا ننتظر غيرنا ليفعل بنا ما يشاء، فإن التاريخ لا يرحم. وفي الختام لا يفوتنا هذه الكلمة التوجيه: تحية العز والصمود لكل الشرفاء في سجون العار المخزنية، والتأكيد على أن قضية المعتقلين السياسيين وحرية الرأي العام حرية الرأي التعبير من صميم أولوياتنا، وندعو إلى ضرورة مواصلة النضال مع أحرار العالم حتى إطلاق سراحهم جميعا، وعلى رأسهم ناصر الزفزفي معتقلي حراك الريف المجيد، ورد اعتبارهم ورفع الظلم والحيف عن أهلنا وشعبنا. المجد لمولاي محمد ولكل الشهداء، وتحية عالية لكم ولكم جميعا ائتلاف ريفي أوروبا أوتريخت. تحيتي لكم جميعا من الأعماق. أيوزكم ويوزكم. هذا بكريم الله. وخوفهم أولو. Zusters en broeders, het lijdt geen twijfel dat de erfenis die we hebben ontvangen een bron van trots en eer is. Maar aan de andere kant legt het een groot vertrouwen op ons, waarvoor de geschiedenis ons verantwoordelijk zal houden als we het niet behouden en op hun beurt overdragen aan toekomstige generaties. Grote projecten en geweldige ideeën komen tot leven met de levens van degenen die erin geloven en worden gerealiseerd. Met hun verstand en met hun handen, anders gaan ze dood. Volgens dit eenvoudige axioma is de grootste weddenschap dat we de kievieten moeten winnen. In de eerste plaats de weddenschap om onszelf weer op te bouwen op een solide basis. Zodat we de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen kunnen aangaan. Het is niet geheim voor degenen die weten dat de eerste lessen van het bevrijdingsepos en een van haar grootste geheimen was. Het thuisfront verenigen en versterken en verantwoord werken onder een rationeel en legitiem volksleiderschap. Zusters en broeders,
Het doel hier is niet om de details van het project van Moulay Mohand te herzien, zelfs niet de grote lijnen in deze haast wat we willen. In de coalitie van Europese Rivijnen is het bij deze gelegenheid om te communiceren met serieuze activiteiten op het niveau van de landelijke diaspora in zijn verschillende sectoren en oriëntaties. En om hen te overtuigen van het belang van het bundelen van inspanningen en gecoördineerde en geïntegreerde actie onder hen. Ons initiatief kwam niet plotseling uit een vacuüm, noch van opdringerige partijen, maar kwam voort uit een vitaal deel van het lichaam van de landelijke burgermaatschappij in de diaspora. En kwam als een voortzetting van een reeks accumulaties en vertraagde pogingen gedurende decennia waarvan... En dan ga ik hier stoppen, want het is een heel lang stuk. Anders wordt het heel saai. Op de site van Karim Emnes, die we nu achter ons ook kunnen volgen, kun je de rest van de vertaling zien en ook die andere tekst, als je daar interesse in hebt, die in het Arabisch is. Ik zie namelijk helemaal niks. Meer ga ik nou even niet voorlezen. Dat zou mooi vertalen, dat Mezicht. En ik hoop dat iemand het naar het Mezicht vertaalt. Er zijn genoeg Mezichten die dat kunnen. En heel goed kunnen zelfs. Er zit nog. We gaan nu snel naar Saïd Bouddouf. En door Saïd Bouddouf. Messieke Saïd Bouddouf. Maar jij zegt Taldoft nu. Ja, Taldoft, ja. قبلت غادي تغيم ذا نجات لنا ما غاديش ما غاديش يصير هذيك مني يديني جن ايش ماستر جو مثلا باش تعمل سوا السين قناه ابراهيم حرشاوي زي يونيفرسيتي غنت يجيش هيل موي ماستر دي فاكولتيت دي غنت فاكولتيت بوليتيك اند سوشيال ويتشابه يجا ماستر نسخ دحرك بفيخن في ماروكو ان بوليتيك ايديولوجيش اناليزه van de Rivijnse protestbeweging. Echt een aanrader. Het is gewoon PDF-formaat. Ze hebben niet de internet. Garit, die is de hashtag Zwaartas. Kanes, Ibrahim Hershawi. Het staat zich die baren. Dan zie ik een foto van Zwaartas. Maar dat is heel belangrijk. Is echt hij heeft een heel leuk boek ontdekt. Heeft hij nog nooit gezien van Ibrahim Hershawi. Als je interesse hebt, hij legt hem straks aan. Ik kan echt niet wachten, Bashar Gaat. Echt letterlijk. Het is heel mooi. Zij hebben dat hoesten. Ze geven hem in de geest, gast. Mijn meno. Tegreul, is niet een tegreul. Ja, hij zit al. Mag ik een applaus voor Saïd Bouddouf? Bedankt voor de applaus, dus ik ken u weg, hè. Ik was verdiend voor niks. Ik heb het afgezien, hè. Mag doen, mag doen. Mag doen. Techniek is welke microfoon ga ik deze? Nee, zet echt geen tafel. Ben ik een beetje hoorbaar zo of Kan beter. Kan beter. Kan beter. Kan beter. Kan Nee, nee, is goed, is goed. Is die goed? Ja, is goed. Ja, mooi. Gewoon blijf praten. Hoe met nog zijn dat is die horig mintegel geweest in Xenia. Die دي همسي اني جامعة في 1926 مساء الخير عمر جور السلام عليكم خوي نافن تمنسن اصدخوتي زيدي اختر ماي ان يا هنبخ انداردات وات بيلدن دي وارن ماي مين فرهاد كان فولغا ik hoop dat iedereen het Nederlands gewoon begrijpt, want ik ga dit niet in andere talen voorlezen of zo. Voor het verhaal, voor mijn verhaal heb ik eigenlijk de woorden, de vijand, de ambivalent, de bondgenoot gekozen. Dat is eigenlijk ook het slaat op de leiders van Xenia in de jaren 20. En ik hoop dat ik aan de hand van mijn verhaal duidelijk kan maken waarom die titel. Om mijn verhaal te vertellen. Wat eigenlijk de kern is, wat hebben de leiders van Xenia stam in de jaren 20 gedaan? Geef ik eerst wat informatie om het te kaderen. om te plaatsen wat de leiders hebben gedaan, moet je eerst weten waar Xenia ligt. En wat was het plan van Frankrijk en Spanje met Xenia? De ligging van Xenia bepaalt ook dat de Fransen en Spanjaarden
daar wat afspraken over hebben gemaakt. Vervolgens kom ik op de leiders in hoe zij betrokken raakten bij een rivoorlog van jaren 20 nou ja, tot, laten we zeggen, ongeveer 27. Volgende plaatje. De volgende. Ja. Dat is als je misschien wist u het al, maar het kan dat u het niet wist, maar zo legt ik ze in rif, tussen rifstammen, in brandstammen rondom Tessa. Het is, nou ja, je ziet een oosten, een Talsa, noorden zit Estuzin, in Estuajewer, Wisten, Astammaart, maar daaronder zuidelijke ligt Mernessa, Brans, verder zuidelijke. En het punt van Zineja liggen Knessa in Mgrauwa, zijn allemaal brandstammen. Dat is de ligging van Zineja. Heeft bepaald hoe de Fransen en Spanjaarden dachten daarover. Want ze hebben de volgende sheet alsjeblieft. Ja, dat is het verdrag wat Spanjaarden en Fransen hebben ondertekend in 1912, nadat de Fransen het protectoraatsverdrag met de Sultan van Marokko hebben gesloten. Hebben Fransen en Spanjaarden onderling, de details van hun verdrag verduidelijkt in artikel 2 van hun verdrag. En daarin liggen zij de grenzen van hun invloed in Marokko. Je ziet dat men zegt, oostelijk helemaal in de rif is Melouia. Vanuit Mestrahmadi wordt een lijn getrokken richting Jbel Ibn Hassan. Eigenlijk die berg bestaat niet, of die naam eigenlijk niet. Het gaat hier om Jbel Qra. Azroksa, die ligt in Xenia, de omgeving is Muslim. Alleen in die tijd, toen dit verdrag geondertekend werd, wist men wel dat er een berg, een hele hoog berg lag, maar niet hoe die naam, hoe die genoemd werd. En men ging af op de naam Jbel Ben Hassan, omdat die zo genoemd werd door die Algerijnse Franse man. Morelis, ik weet niet of jullie het boek kennen, Onbekend Marokko, Maghreb Zhoul. Die is geschreven door een Algerijns Fransman. Een die, die heeft een heleboel onzin verkondigd. Onder andere dat Jbel Qra, Jbel Ben Hassan heet. En daar verwezen ze hier in het verdrag van 1912. In de praktijk, volgende. Betekent dit ongeveer? Topografen van het Frans leger hebben toen een kaartje gemaakt. En je ziet die zogenaamde Jbel Ben Hassan, daaronder Xenia en boven Sidi Ali Orkba. Dat is allemaal het gebied van Stam Xenia. Dat is wat men afgesproken heeft in 1912. Maar er gebeurt eigenlijk nauwelijks wat. Dat is alleen wat papierwerk tussen Fransen en Spanjaarden. Op grond in Xenia gebeurt niks. Wat er gaat gebeuren is pas in 1914 zou iets gebeuren. Want wij weten, de volgende als het kan. Ja. Ja, inderdaad, ja. We weten dat er Fransen en Spanjaarden eigenlijk in 1907 begonnen in te vallen in Marokko. Spanjaarden vanuit Melilla in La Reis, oost en west. Fransen vanuit Oujda in Gaza, ook uit oost en west. Beide landen waren, laten we zeggen, met hun militaire acties lagen heel ver van Xenia. Pas in 1913 bereikten Fransen Kswat Msoum. Ik weet niet of jullie de stad Msoum kennen, maar dat ligt ergens zuidelijk in Talsa. Het was ooit alleen een militaire basis. In 1913 kwamen daar Fransen die uit Oujda naar Tessa gingen. Want de Lyotte gaf toen de opdracht aan zijn leger om
in te nemen. Het lag strategisch tussen Oost en West, tussen Oost-Marokko en West-Marokko, tussen Noord-Marokko en Zuid-Marokko. En Fransen wilden het hebben. En dus gingen ze vanuit Oezda richting Tessa. In het moment dat zij Zwarte Mzoen hebben bereikt, is ongeveer 25 kilometer van Xenia, ging een man uit Xenia daar naartoe. Naar die Fransen en die nodigt hun uit om Xenia in te nemen. Kun je de volgende... Ja. De man die Fransen geen auto nodig om Xenia in te nemen was Mohammed Wolsheikh Medbouha. Misschien kennen wij de naam Medbouha. Dat was de man die de generaal, Marokkaanse generaal die betrokken raakte bij mislukte staatsgreep in 1971. En hier hebben we het over zijn vader. Vader was een sheikh in Zwarna, Zuid-Xenia. En die verloor zijn macht aan een ander concurrent, dat was Haj Hammada. En toen dacht deze slimmerik dat hij misschien wel zijn macht terug kon winnen als hij geholpen zou worden door Fransen. En dus ging hij hun en vroeg hun of zij niet Xenia even konden innemen, dan kon hij weer kwijt worden. En hij kon belasting heffen enzovoort. De Fransen zagen het, vonden dat idee wel leuk, maar ze hadden een andere opdracht, namelijk Tessa, niet Xenia. Dus hebben ze gezegd van nou, dat gaan we niet doen, maar je bent een goede gozer, kom aan onze kant, want wij moeten nog praten met leiders die ons voor Tessa lagen, namelijk Riyata, Mgrawa enzovoort. Dus hij ging hun eigenlijk voor hun onderhandelen met Kouyed, die voor de Fransen lagen. In Xenia dus gebeurde ook op dit moment niet zoveel tot 1915. Kun je de volgende misschien? Ja, oh ja, dat is ons scheidend woord waar we het over hebben. Nog de volgende. In 1915 komt een gozer naar Xenia. Die werd Emir Abdelmelik genoemd. Deze emir is zoon van Abd al-Qadir al-Jazairi. Misschien wij kennen bij Abd al-Qadir al-Jazairi. Was een verzetsman tegen Fransen van ongeveer 1832 tot 1847. Is verbannen in Damascus. Kreeg hij zoon Abd al-Malik. In die Abd al-Malik ging militaire academie van Osmaanse Rijk. Hij is daar ook geschoold in vele strategische studies, talen enzovoort. In begin 1900 begon hij te zwerven in Noord-Afrika. In 1910 werd hij in Marokko benoemd tot de baas van de Sherifijnse politie. De politie van Marokko, laten we zeggen, die door Fransen, Spanjaarden, Marokko-Amerikaan, Nederlanders werd geïnstalleerd. Dat was een uitvloeisel van het verdrag van Algeciras. Maar in 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. In deze Abdelmelik was dus de baas van de politie en ambassadeur van Duitsland in Madrid dacht dat hij misschien kon helpen om de Fransen te verslaan in Noord-Afrika. En inderdaad, hij is benaderd. En Abdelmelik vond het op zich een interessant idee. Hij was altijd een avontuurierder, dus een soort actie ondernemen tegen Fransen zag hij wel zitten. En hij vertrok vanuit zijn positie als baas van de politie richting Rif, waar hij eerst sprak met Eshtwaiyar, Eshtouzir, Tafersid, Eshtseid, Msemen. Die wilden hun mobiliseren tegen de Fransen. Maar als hij sprak met de leiders van die stammen, dachten zij, is deze man gek? Ze hadden een probleem met Spanje. Deze man komt niet om hen te mobiliseren of te helpen om tegen de Spanjaarden te vechten. Nee, ze moeten dan naar het Frans gedeelte van Marokko om te vechten. Dachten ze, nou ja, ze wisten al dat hij de baas van de politie, dus hij werkt voor Fransen in Marokkaanse gezin. Ze dachten, hij wil hun alleen maar, laten we zeggen, hun vechtende mannen wegnemen, zodat Spanjaarden hun kunnen innemen, laat ik zo zeggen. In Tunis ging hij naar Zuid-Xenia. Zuid-Xenia had al last van zijn Fransen, dus kwam goed uit. En daar had hij eigenlijk een afspraak gemaakt met een aantal leiders in Xenia. Onder andere Haj Bakhish. Ik weet niet of de naam zegt iets, maar hij is een bekende leider van Xenia.
حاج حماده دي كونكورنت في المذبوح جبرنا هي هذوك محل حاج عمر مطلسي بكين دقيت انديتيت دي فورتو كناست ستيفان مزيان ربار نوخ مين ليدرز فن ستامن ان لات ريسيغ زاود الريف دي لاست هذا فان فرنسا اندي فوند ناتو بسيخ خوت اوم تيغن دي فرنسا تفيختن از زيغ هوربو وورد دور عثمانس ريك ان دوتشلاند ان شو hebben zij daar een kamp van opstandelingen opgezet in Zuid-Guinea. Het is hetzelfde gebied als waar Midwoch heerste. Dus dat gedeelte van een beetje terug, als het kan terug, dus niet naar voren, maar naar achter nog verder. Dit gedeelte. Hier sloegen zij eigenlijk kampen om Fransen die iets zuidelijker heersten om Tessa veilig te stellen, op de route naar Tessa veilig te stellen. Dan gaan we terug naar de Terug inderdaad naar Abdelmelik en zijn helper. Die twee mannetjes, ja. Want je ziet hier Abdelmelik op zijn paard. Die deed altijd alsof hij zijn vader was. Een beetje qua fotografie. Naast hem zit Bart Alberts. Dat is de man die ook Seherman werd genoemd. Hij kleedt zich op zijn Marokkaans, op zijn Rivijns en werd Seherman genoemd. Dat was een Duitse spion die in Rif actief was. Ja, deze mensen helpten dus Guinea, Zuid-Guinea met name, tegen de Fransen. In 1918 verloor Duitsland in Osmaanse Eerste Wereldoorlog. De kamp waar de Duitsers in Abdelmelik waren, werd verslagen door Fransen. In Franse namen Zuid van Guinea. Dat is dus voor het eerste keer dat er koloniale machten in het Guinea-gebied binnenkwamen. Dat is in 1918. Serieus? Ik ga een half uurtje, hè? Serieus? Dan moeten we opnieuw doen, zei. Maar je weet me wat recht, je bent mijn naamsgenoot. Is goed, ik ga een beetje proberen samen te vatten in de volgende, als het kan. Ja, dat is Abdelmelik die vlucht uit Guinea. Hij is toen naar omgeving van Zwelle, Spaanse invloeden. Hij probeert toen verder de volgende. Hij ging eigenlijk na het ontstaan van revengeverzet in Noord-Marokko, in Rif, begon hij te werken voor Spanjaarden. En daarom in hij sleept ook Hezbollah mee in zijn kielzog, waardoor eigenlijk een conflict ontstond tussen Mohammed al-Khattabi en Bakish. Terwijl Bakish eigenlijk, hoewel hij van oorsprong uit Guinea was, hij meer betrokken bij een Eastwayer, hij was daar getrouwd, hij had daar grond, bezittingen enzovoort. Toch ontstond conflict omdat er Bakish meer met Abdelmelik optrok. Abdelmelik zag zelf als emir, en hij vond het niet leuk dat Mohammed al-Khattabi de stammen in Rif heeft verenigd en hun leider werd, terwijl hij al jaren volgde en toch niet emir werd geworden. Dat conflict is uitgegroeid tot enorme toestanden. Abdelmelik is een aantal keren opgepakt door het Rifijnsleger, is steeds vrijgelaten uit respect voor zijn vader namelijk. Maar dat kreeg wel niet dat hij pak slag krijgt, laat ik zo zeggen. Uiteindelijk is hij daar gedood in Midar in 1924, omdat hij maar steeds werkt voor Spanjaarden om een revengeleger aan te vallen. Maar Bakish, de eerste veldslag tussen, laten we zeggen, Abdelmelik Mohammed al-Khattabi in omgeving van Mernessa, is Abdelmelik verslagen. En toen heeft Bakish eigenlijk de kant van Mohammed al-Khattabi gekozen en was hij ook constante leider van leger, revengeleger, die vocht tegen Spanjaarden. Hier is een soort een probleem ontstaan over die Bakish, want David Hart met name die heeft toch onjuiste informatie verstrekt over Bakish. Want die zei van, die schreef in ieder geval dat Bakish dood zou zijn in opdracht van Mohammed al-Khattabi. Maar uit Spaanse bronnen bleek dat er gedood is door Spaanse vliegtuigen.
Dus het is niet zo dat er is, hoewel in het begin vijandig stond tegenover de Catholieke in de Rivier Republiek, is hij later gewoon deel van het Rivijnsleger, totdat hij gedood werd door Spanjaarden. Hij vocht ook vooral aan de grenzen in Middaar, daar had hij meerdere missies uitgevoerd. Dat was wat is, ja. De Melik toen die vocht tegen Mohammed al-Khattabi zag met Gouah zijn kans om weer te vechten tegen de Melik. Want wat ik al zei, de Melik had een kamp in Zuid-Sinaia. Dat is het gebied waar met Gouah was. En hij heeft zelfs met Gouah in gevangenis gegooid, omdat hij spioneerde voor Fransen. Toen Duitsland verslogen werd en dus de Melik vluchtte, ging met Gouah achter hem aan. Vooral omdat Fransen hem als qaid genomen. Fransen hadden Zuid-Sinaia ingenomen en ze hebben met Gouah als qaid voorgedragen bij de sultan. En toen had hij echt een militie waarmee hij tegen de Melik ging vechten. En uiteindelijk ontstond een soort bondgenootschap tussen Mohammed al-Khattabi en met Gouah tegen de Melik. Tot 1924, want toen ging met Gouah vijandig opstaan tegenover Mohammed al-Khattabi. Andere leiders, en even door de volgende. Andere leiders van Zinaya, die aan de kant van Mohammed al-Krim stonden, was onder andere Mohammed bin Omar Ochto. Deze Ochto raakte betrokken bij de Rivijnsoorlog door een ontvoering. Die gebeurde toevallig in het geboortedorp van mij. Want er was een Engelsman, John Arne, die woonde hier in Tanger en die kwam naar Rief. Maar ik kwam via Tanger vast. Dus ik snijde eigenlijk richting Esdier. Maar hij werd ontvoerd in het dorp Sidi Ali Worqla. Ik weet of die naam iets niet zegt. Maar dat is dus noordelijk Zinaya, ja, dicht bij Qasida. En Mohammed bin Khattabi stuurde toen Mohammed Zarqan en nog wat leiders van de Republiek om over zijn loslating te onderhandelen. En gingen zij praten met de leider Amghar van die omgeving, dat is Ochto. En uiteindelijk hebben ze die man vrijgekregen. En ook Ochto benoemd als man, die toen daar. Want hij kreeg ook hulp vanuit het Rivijnsleger om te heersen over dat gebied en dus weer dat gebied onderdeel van de Republiek. Het geldt ook voor Hassan Skriti, dat is iemand in de omgeving van Ashtasem. Die studeerde in Temsemen en die raakte daar bevriend met een aantal mensen uit Temsemen die later een grote rol gingen spelen in de Republiek. En hij raakte ook, dus hij ging als het ware zijn vrienden helpen. Tegen Spanjaarden, voordat er, laten we zeggen, hele Zinaya betrokken raakte bij dat oorlog. Ja, ook Mohammed Achiyat, Mohammed Omar Achiyat, dat is iemand uit omgeving die wij noemen Ashtar Isa. Die ging ook eigenlijk vrijwillig helpen tegen de Spanjaarden met zijn eigen, nou ja, laten we zeggen, militie. Je hebt ook eigenlijk een aantal anderen, Avnish, die ging ook helpen. Hierdoor is Zinaya Noord een onderdeel van de Republiek. Misschien kun je de volgende laten zien. Zo lagen de grenzen rondom 23-24. Je ziet de grens tussen Frans en Spaans, of eigenlijk de Republiek in Frans-Marokko. En je ziet die vierkantjes, dat waren Mekemes van de Republiek, dus de administratie. En je ziet in Zinaya drie, eentje in Eknoen, eentje in Zuidelijke Eknoen en eentje in Sidi Ali Worqla. En deze gebouwen bestaan nog steeds trouwens, alleen heel helaas verwaarloosd, zoals vele anderen. En zo is de situatie gebleven, totdat actie van 25-26 van Fransen en Spanjaarden kwam.
daar hebben wij wat, misschien gewoon nu even ter sfeer wat afbeeldingen. Ik ga niks bij vertellen. Gewoon volgende week. Ja? Dat zijn ja, leger. Een RIF-leger, laten we zeggen, een aantal mensen die grens tussen Frans en Marokko bewaakten in de RIF-republiek. Het zijn overigens rapportages, dit is ook een rapportage die Leo die stuurt naar Parijs. Dus die, dat is een, ja, ja, precies, ja. En nog verder, dat zijn grotten waarmee Rivens leger in de omgeving van Eknoer zich verbergen tegen de Franse vliegtuigen en zo. Ga door. Hetzelfde. Je ziet ook onder. Taïb Mohand, dat is de plek waar. Daar Taïb Mohand is de plek waar Fransen later Eknoer hebben opgezet. Eknoer stond niet. Dus daar is het. Dat was de plek waar, laten we zeggen, Mohammed bin Abdelkrim in Eknoer stond. In Eknoer stond. Gewoon doorgaan. Dat is gewoon op, ja, ja. Toen de Fransen het overgenomen hebben. Hetzelfde plek, maar nu door Frans leger. Of Marokkaan in dienst van Frankrijk. We gaan verder dan. Dat zijn doden die gevallen zijn tijdens oorlog om de berg Skreti, want ik had het over in Hassan Skreti. Dat is een berg die op zich heel moeilijk was in te nemen door Fransen. En daarom hebben, dat is het staatsblad van Frankrijk, die publiceert een aantal mensen die daar zijn gedood. Dat is gewoon ter illustratie. Die lijst is oneindig heel lang. Maar ik dacht van ik neem even wat voor afbeelding. Ja, precies. Ga verder. Dat is Qaid ibn Bouh die toen. Ja, ga je dingen. Ja, nee, ja, ik zeg. Ja, ik zou dit. Ja. Dat is interessant. Ja. We hebben nog meer. Nee, ik zeg laatste. De volgende. Oh. Want het is met Boch vanuit Zilk-Zinea nam een actie tegen het Rivijnsleger in Mernessa. En dat was ook een enorm conflict. Hij werd toen daar ook verslagen en gevlucht naar Tessa. En toen ontstond de mogelijkheid voor het Rivijnsleger om Tessa in vesting te nemen. Dat is eigenlijk in 24. En dat hebben ze niet gedaan. Fransen zullen met Boch constant bedanken voor zijn inzet, want volgens hun is deze beschermd gebleven door met Boch. Maar dat is niet zo. Hij vlucht zelf ook. Het was eigenlijk de bevel of de opdracht van Mohammed ik om niet vesting te zijn in te nemen, meer dan dat hij daar iets te maken had. Echt heel veel informatie, een tassen informatie. Het is echt interessant. Specialist is niet blij. Zeg maar, moet ik zeggen van hem die kabrige drieën hebt gekregen, niet met elkaar de harriet, maar met elkaar toch tenenna. Blij dat van hem iemand nog weet niet. Schaas je wat opgaat zo iemand nog weer. Ga ik even moesten. Mooi verhaal. Als zo niks nee. Wat? Ga ik even moesten nog wel, maar schaas nee. Hij zocht de archief van de Maghreb, de archief van Frans, het woord in Zuid-Afrika, de Maghreb, de archief om de Sint-Sam. Wij zijn bezet door, in die tijd door Fransen, dus heel veel zit in archieven van Frankrijk, in Parijs, maar ook in andere steden. Dus nou ja, dat is maar een deel van wat ik allemaal, laten we zeggen, uitgezocht heb. Nee, dat is interessant. En als je het nog. Maar het is aan mijn microfoon die ik voel snel. Ik hoor niks dat ik zo succeer, niks dat ik zo succeer. Ik ga nog een keer een gemsang. Heeft er iemand een vraag? Ja, dat zou. Het is heel specialistisch, vind ik het echt te specialistisch. Gewoon die stammen onderling en wie wil echt in picture. Niks die is gaan zitten. Met zo'n gaat zo succeer, niks dat ik zo succeer. En dan zien we het wat is gezeten. We gaan het nee is gezeten. أعرف ثلاثة مريضة بحب راسة سقسي قد نين سقسي سنة نين سقسي سنة إناش إلا إذنين تغد تحدم ومونن أكدي ريفين بمعظم تغد جيتشاغ فرنسا قبر
دوانا سقسي مي عاود اجي جو مرضي اجي الناس زعما يسنين ما تغاين اكثيري فيين ما تغاين مزوار اكثر فرانسيزم تغاثن أكل إفرانسيسم أكل إفرانسيسم تغيز نينك إفرانسيسم؟ المهم أتمنى غيري إكهوب داترباتيك تفرتي لهاد أكداد أو تكسني اسم دبوح دي خيني نردات فور فرانسي إلاش ما زمان التينيس ما زغت ونيش يسقسان ويستيور ذاولا مش المهم إذو ما تخساشيني حول ما يمكن أضحق بإن جاديني إيجنسيات القايد المذبوح جاي يخدم في فرنسا يخدم بزاف في فرنسا وعاونت باش هاد السولة خزناها في آخر المطاف ولكن جاديني الطاسي مغارا وكاخذن خدمن هاك وغزني اسم واحد كان خطابي وكزناية الشمال كزناية الدور الجزء ريف ريبوبليك إلى الجنوب يجي قيمن في فوسن فرنسا حتى الحرب 25 26 هادشي غني غتستعمى فرنسا كزناف كمان هيلد هيلدر سنيش استيو سنين بي باز دو فوق كان دي تافنم قد تودي شنا نجد نو تافنم نمزوارو مويا مزود تمسيني المهم كنشكركم الحمد لله ثاني شحال جوست سي ديال الاستاذ المهم كيما اللي تعلق تسمى القيمه من قبيله اكزنايين يعني ما ننساو في اكزنايين ننساو في المقاومه اكزنايين ديال جنوب ريبوبليك ولا جمهوريه ريب يعني ما يسمى قاعده المنطقه ثانيتين المثلث الموت يعني راه عرفتي القيمة المغار القبيلية ثانية للتاريخ ينس ولكن حاليا تسمى من تعيش من نظار أن القيمة هي ثانية تسمى وثقيم شيء القيمة ينس مخرجة بالبداية تأسيس المقاومة الإكسنائية إذا ميت على السبب نجعل تراجع يعني قد طور القبيلية ثانية أما أخرى سوى مجموعة المؤرخين تاريخيين كانت معروفين دابير طارت أن قبيلتان ريفيتان تسمى الريتين يحسب عليها هي قبيلة نهوريا غل وقبيلة إكسنايا أتسني شلطة سومينو هاكي سقسي ثاني تزغاش تما مقصدين لا ذا سقسي وانيتين من على السبب يجعل تراجع القيمة الطور المقاومة إكسنايا التاريخ نسان راهن يا نهارا واش ما تاتوي غاش السبب ني غتين الاسباب ني غير بصح باش يسيو لنا بالمنايا يمكن مر مسرقه غبار تخمين الاستراحه نسيو شويه الفون اللي احسن لينا الناس ومن ومخلك باش لا تتوارد مول شنيش نجت نغديني حتى وهاقا نجت نغيت قد نجت جد ثمغه ثم قرنت هذا مش ذات الزواج وويد ولا وش يعني ما حضروا ولكن غالي جوز سبت قلت لنا ليس التص بدنا قش دايس مش بنتي شغل السؤال قلش لا كريم ضم غادي جنو جاد ضم قرن كيجي القعرة بدي شد تقييمي مزيغ الزمان هذا غيني نيجي النهار عبد الكريم ما يعرف قعرة لا يخسارته يعني ما دي شد تقييم دي منايا باش نسنشين ميخ تسمى الدفع الطاز السور الطاز ولاد ولكن عوان السن ما انت عربح يديو عبد الكريم مريع محقارة ديب شحال تخصار يكين خريفيين يكاربين قارة ليه ما لن خسارة أسقسين مشي عاسني شوق بين الطاز أسقسين مشي يصفى أثوارد نسعى ودي السهر عبد الكريم خطابي غاون قارو
ماشي السمازيغ السمازيغ قايقد تعال السنازي المازيغ ما يعرف حد اللي غيخسر مش قاع وزما حتى شو غريب وين هو وقي ما شاء الله اعمال معناك في الطبيب باش نوضح ان شاء الله السيور في القضيه مشاركين زنايين ديال الحرب العشرينيات 21 حتى 26 غادي هنا ما خصش نقيم وناتين خص ديني ادريس ديني ادريس التصرف من اويا عبد كيما تيقول كاري خصها معاون خاص فرنسا اسبانيا مش قبل ان والد عاد عاوي ديني مدرب حتى مش شي اسقسي شنا ديسي ادريسي كينو بكير الاخوان خصها اسقسي غان كارو حكيم ياك وحكيم حكيم مش كي تقاطس من قاطس من اسقسي سعيد ما خصش تسقسي شخصيا مثلا اين تعزو ثاني كيتو يا شي جن الطز دي زكوسا ولكن تسقسي ماشي تما ماشي جعل تما تهتم الا زي 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 زنايا مثلا لان باش نقا تيري تجمع لان باش تعزو الارشيف مثلا دي فرنسا يتم كنصيحه وكسؤال مثلا ما هو ميسيني انت منش كزي المنطقيه لان قاعجو ميتاع الزود تاع الزود دي ارشيفات يتري تجمع تجمع الدردره شي تم زمان هتو شويه توزي ثرو جود ثرو جود واحد السؤال وحتى يتم قاعش لا ما ديك هذيك جو سخاره فرنسا دي الجنوه واش غادي يجمع المعلومات كبرنت أين رضاك كيفين فرماسي أو برغاسي نخبة فرزانت لديك توفر فندق سبريكو فرزني إخفني تماك ميت دو انفرماسي دي فرزانت مارمير ومدات أورغانيزاتورن خراخ ديت فرهانة فور ديل بريمو ومدات من در بكينيس مارين رضاك متبوح بفور بيرت لما نبار اكتوبر هيبا باش او قيد فن وحمارة يعني إيش إخفار خبونت انتو تروكو دي تبسمي عند الدار دا أنفر فن فن شوية غر وحمرة وزين آخر نعم يعني مغور لقد شلخت وفر لي عند رمضان من الزمن تروكو دي زمان أم خايفة كاد إيرم طابق خليل دار عم بيسخت زين أسنية شطس أسنية شخمين أخفي ويرنهار من رجعنا نوار دوم زروي بكي تجيبو امري واسط ثلاثية طاس طاس نغني باش انا ويا شتي طاس وبزاد خو تروح لكزنايا منو بسم الحكيم انا اش نتشان نغني اش نيش طاس انا ابلاوس اي ومت مسعيد بوك دانك يو سعيد غنجمش انا نجم انترسانت بيرسون انا بوينا بيرسون ان اسباني صافي تنكيت ومثلا حميد توالي مانيتش اقش باغيك نابلاوز فور حميد لا باش قيمه لا لا خديت واش درت غير سند لا وجي نجات شمري احتلت لحديها لا اش سقسي غوميرو مين تيغتسي ولا والله عاقش انا جات صافي تاعي خاطر تغد تغد يسامنوس اقسي شتري سي تيغتسي شحال انت اذا غير السيور اصلا غير السيور السيور هي البلان لايك ديسترايت ام اعرف لي ديتاي تحرك باش سي نعرف باش خصوش ديك في النف Thank you.
أثناء جدا سخت وسيط على أختوسيب يجو قد إذا مقران سيس من استيقظ تاويزة قبل أن يدير شاتوني دخالني وداني ديوسين وفقين شد قطس فقين دي دي مني دي مني دي مني ما معركة مفاجأة تسمو ذان مش شيمان إني من ويا تسن دايسين جنوا ده واحد وش أنا أمكشان دنيا إيش توسيت شنا سيس من مرة ما خالني وداني ذلتا أتوزي ذا أزليك نمت أزليك نوا تقدرش فهم اختواسي تيتو سيم باش تسرم إمسارة ليا تنمرتي ترفقنا مولاي موحان ترفقتي تنمرتي ثايموتنا إزهورا خويزا أداوي غا أوار نهاراني غا سارق لكونفيرانس ونهزينا الريف أخرس أداوي خا ونهزينا الريف يو يمد جي لا تيورين اكسل هونيت نختزرت يكس اكسل هونيت انت دا فلسوف الالماني يجينا تاسن زمار باش ادي سمينو ادي وش الحاج تمينو تجي لا تيوري كريتيك استدير لا تيوري كريتيك توسنس غربازن فرانكفورت غربازن فرانكفورت روخ هذاك اثنين مسانا عاد درنا يجي نقرنا هابرماس والسار يورقن هابرماس ديش نعاد غير يصير شاب طاس مشى الطفل انتريتي ناس قرنص اكسل هونت ما يمي ذوي غاور خان هزينا الريف سو خرص اكسل هونت من زي اكسل هونت يسوى الخلي اعتراف نير ايكس ستمازيغس دونك سياد سامو تتقرع لي اعتراف باش انا مسفهم دونك اكسل هونت يسوى الخ امن غي خفيكز لا لوت بور لا ريكونيسونس ستراغل فور ريكونيشن من زي قرب لي امدان نهاري اسمي تعيش لي زيكسبيريونس مورال نيجاتيف نير تيرمي وين تزديرين تيرمي وين تزديرين يتسمى تعيش الحقره وصل الحقره ني يتفهم باللي ثانتي الناس نخطو ماس الناس ليدونتيتي يتوع بسخاس نخطو حقر نخطو سينف لي زيكسبيريونس مورال نيجاتيف تيرميتين تزديرين تيش انت بنادم إجنا تسيبا هذي خارص ما يمي يتعيش مانايا تدر مانايني من عناني زوران وصح قراوانيثا وتسنمار بلي أنا هزينا الريف يوسي ميال يعني كونترا وغانست ميال الحقرة انتفطس نسماون السوانخ الحقرة دي سمازيخ مالورزمون نقار الحقرة أصحقر ولكن ديني أورين غالي طواريق ني غال جنوب الشرقي قرناس التلش السلشاي السلشاي يعني إحقراي يقبلين قرن ثم حقراني ماشي ثم قراني قرن ثم قراني يعني الجن يتكخان غام قران جعما الشنين ذي مزيانا وعاوثاني رنو ناس ثم حقراني يعني ثم قراني يتقن الحقرة يتحقارن أكسيلونيت يقال بلي باش أديرين نهزي وزماني دا جديد غير أكسيلونيت باش أديري ونهزي نير أن موفمون سوسيال أنهزي نصغوي باش أديرين إسوتار أما دي سوتاري سرتين نغن تدامسا سرتين يعني بوليتيك تدامسا إيكونوميك نغ كيلتوريال تيد لساني يخصى التلي ديني ومي قرنتا لا سيمونتيك كوليكتيف لا سيمونتيك تسنى مشت ثانا مونت تسنى مشت يعني أتسنني وذان ما مش غاك دني مناني باش أديري المعنى غير الحقراني وذماني يدي هو ونهزينا الريف يخصى مرة ثانية بني بلي أكسل هونيت وخيصة والخليدونسي تيختو ماست انت ماشي ام تايلور شارل تايلور انت كندي سورخ توماس نير امن غي ليدونتيتي ام غي توماس غير كندي ولكن ني سور نسست فرانسيس لحقاش نيتني جنجيج البحر انجليزيشت وخصاتنا نحافظن توماس نسن شارل تايلور يسور توماس اي توماس يعني يبدل هي مجموعه اغراوني وذان نمذان ني غير وذان يتسمى لي خفين يخنسن دي فرنساوي ني لي كيبيكوا ماشي اكسيل هونيت واش قرشي بلي ديني ثوماس غومزور لحقاش نتاي يتك ترتاينيت باش واستني شي قاش كومينوتاريس نخ كومينوتاريان ني غير تصور تخلي كومينوتي وغارك شي خازري اكين يونيفرسال وتا ما نشيش لي دروا يونيفرسال مناني شارك تايرول السوار لي دروا لي كومينوتي من زي يتقى الكريتيك
et la conception universelle des droits. أي لا كونسيبسيون يونيفرسال ني دروا تصبح شنا ميزي كوليج زقنا تقول يجفو بنادم يتف غرس ازرف غرس لو دروا ماشا ديني يقراو النودان ما راه غرس نمشي ان دروا كومان دروا كوليكتيف وزعما نمشي القيمن قوم زرو يمكن هذا النمحان قوم زرو اي دونك اناث غرس اني غرس ازرف وثقيمن امن خصم دونك معناها باش نفرق جار اكسيلونيت de Charles Taylor ad doura qara axel honet min tgen hzithan min tgen la construction la semantique collective wa min ismanen ewdan gil hogra donc ntaissa warakh Thomas zi dakhir al hagra zi rajja al hagra ismun ewdan donc ntaf gil harak narif nagoun hzina rif une construction d'un collectif rif yani يعاود يرني يبنو أجرا ونير أنا من أعرفش نعرفي زيرة جار الحجرة، c'est-à-dire c'est une construction نيريفين روخ، و la construction نيريفين روخ تبناخ ثومس، ومنايا تصور خاص من ثعنا ثومس يعني يوذان نير إيه مغناس نيريفين إشارش في الحرك سوّرنا ثلاثة تمازيغت سوّرنا تمازيغت سريفشت سوار نخيل سنسن يعني تو سنسن سوار نخوم زروي نسن ام زروي اميران يعني كونتمبوران يغام زروي نيمن غي تناز بيت المقاومة تناز بيت مجال فرانسيس نغام مجال اسبانيو سوار نخ لي فالور نسن ايميديات لي فالور القيام اموني تويزا دونك نزمرانيني بلي اسمن تخرس اسمن خاص زرس ونهزينا الريف سر خزرات اكسيد هوني زمر نروح بعيد انستيور بان ايريفين اذا فعل لي بنس فورم استدير ان فورم دو في اجنا ثالغه انت درت استدير انا ديني اجنا ثالغه انت درت نسن يتوحكم خاص يتجا خاص التهديد توعبط اي دونك وزمر شي ادعيش ما مش خيسن دمين خيسن وثومستني الحقره من ثومست يتسمى إجن الحجرة باش وتخرس نشي سيخفونسن دمين خيسن هادكن سيات ساونس دونك سي اون سورت دو ليبنس فورم راه ثاني ثاني الصور خاص يجنوا الالماني قرص جيجي و الى تيوري دا تيوري كنت ديني عطاس ني خرس ندي مخون بال فمانايا هاد عقبة خا نهزي غون هزينا الريف اكسيل هونيت اسمي ديو سي توماست يصور خاص يوغم دي زوران يزوران الناس هيجل من زي هيجل اسمي السور ثومست نغ ليدونتيتي يقرا ثومست ديالوجيك ذاك سامصاور نش جير نغلير اسمي ونغني اتجا نغتن نغني اتجا دونك ديني ام صوت جاري جارنش ذي دي وذان نغني ذبنات من نغني دونك الى ديالوجيك there is a dialogue between us and the other تسنث تقا ان تزداد براتيك ذاك البراكتيس ماشي هو ابيستيمولوجيك دونك تاز دايت داكس ايتيك براتيك وثانيشا وثقيلشا وها ابيستيمولوجي دونك اخر سوانيثا ني ارمي واس تادير لو كونسيبت ارمي وا وانيثا اكسيتيد اكسيل هون زي هيجل ماشا يرنياس نتا اجن اسرى اجن لا سوليسيون ديني ديني اجن مخمبر اكد هابرماس هابرماس اسمي سوارخ لانتر سوبجيكتيفيتي نغد ام صواد ايجي جان ذي تومست انش يقراش اكسيدونيت بلي هابرماس ويسي ورشيخ لي زيكسبيريونس مورال نيجاتيف اي تو غوار يجين لي سباس بوبليك سي تادير اتشرح انا شويه هابرماس انت يويد هذه عاود ربني لا تيوري كريتيك ولكن بنات خف لانغويستيك تيرم تادير لا تيوري لا جير كومونيكاسيونيل La théorie de la communication, c'est une machine de l'espace public, nous savons, كان ثورت من زي ليز اكسبيريونس مورال نيجاتيف نوجدد وقيم شي تريان دغ الاسباس بوبليك يقن اي دونك الناس ديني اون انفيزيبيليزاسيون ديني شين تجارب شين ترمي ثيرميتين
ورث نتنسين شا ماشي لحقاش وذانا موت نغي موت اسنور نغ الشينور نسان نو من زي ليسباس بوبليك وراسني وشيشي لوكازيون غير الفرصه اتسيورن هاد عقبه ونهزين الريف دكون هزين الريف ديني اون كونستركسيون ديني ربنين ان اسباس بوبليك ني ان كونتر اسباس بوبليك يستور بعدا استمازيرت تدورت مازيرت توت لايت ان ليسباس بوبليك تدورت مازيرت توت لايت ان اسباس بوبليك يعني تدورت مازيرت ديجن الفييكول ديجن التجربه تيرميتين ورد نستمشي مغربيا لحقاش نستورس الدارجه نستورس تعربت نستن بان لا لونغ اي الفييكول ان كولتور تتحرى كيتس تاوي ذا كيتس ان كولتور الخزرات الناس تجارب الناس والناس من الساور نريفين الساور تجربة نسن الساور من عنان من خسن ما مش غا ما مش خسن هاد الدار مانايا دا جديد دا ماينو وانا هزين الريف مانايا مهم جدا هي نقرب لي اوار اللغة هذا التواصل الاخر ولكن ماشي غير هذا التواصل اللغة نكتوت لايس تاوي ذا كيتس لا كولتور ليستوار ميم لا مونتاليتي مرة نخسن راح بعيد دونك من زراق ونهزين الريف زراق منايا منايا سي اوريجينال زعما ديني التجارب قبلها ديني التجارب كلها كاني انا هزين الريف وشاي سجن وشاي سجن سبيكتري مغار ثالثة ديال اللغة كتبت لايس اكسل هوني تيستوار خلي زيكسبيريونس مورال نيجاتيف يوداني السقسا كيختار زو تاي تكر قارن بلي دارن الحقرة درنا الحقرة قلت له بس نسن من زيتو تلاقي نسن وقت الجيش دي قلي كل ما الرأي وذني السقسير صورنا يخ من درنا قلت له نسن يثرمت نسن تمزج جرب نسن تمز ورد قلي كل ديني سر مدن يتوقع مثلا اتني الشافن من زي صور نسن ما زيخت نسن ما أنا قيمة قوري في قيمة وذني السقسير قيمة ذاك سن مثلا نتفسو مديا مثلا انت في وذن مزيانا الوقت اللي هي سكويلا هي غرباز هي تينمل مرات مستورة مازال تي قرص المسرمات وشات البروسي يعني إزماز البروسي مرات مستورة مازال ديني استجوابات ديني إمساور نيكير عاودنا يا منايا وديني عاود تضحاش نخاسن تدير لو ميبري دونك ديني إجن تجربة كيسو ثلاث بكوال تصور في الحقرة دونك تتجا ماشي زعما اختار عن توختار عن منا تتجا كوم اكسبيريونس دونك سي اون رياليتي غالي ودان يشرشن قال حراك زين عاود اجي الماركة ديال الحقرة دو ميبري ست انجليزي ديسريسبكت ويني يترجمنا زيد الالمانيز غات فرانسيس غا لونجلي قدينا انيركينم و لا سيتياسيون ماني ورش جلي انيركين ديسريسبكت يعني لا احترام مرات خصم وكنس فرانسيس تبكي ناس لو ميبري الحقرة ديني الحقرة اكد الدولة نغوات نغدبو الدولة تحكر الريفيين من زيغار نغطاس تقوم زروينا الريف يريفين قرن منا يريفين السقسي قرن بلي ازدين سن العرقة نسنك الدولة الدولة ورد تعترف ستاريخ نسن سن زروين نسن وتعترف شي من جين مقال كونترا احواس اسبانيو دو حواس فرانسيس هي ام زرويا وانيثا متوطنيس سن قرن توطنيس يريفين واتفن شيخ فونسن هي لا ناراتيف هي الرواية الرسمية متوطنية من زيتا وطنيتا توابنا توابنا اون سول فيرسيون انتيكليديت سجيت دي شابرني سرتان من الحركة الوطنية حسب الحركة الوطنية لي بارتي من لو موفمون ناسيونال دونك ريفين وتفن شيخ فونس ديمانا دونك ابري اوارني 1956 توكس توكس سبانيوت غاريف متقيمشي كلغة الإدارة وتوكس تريفشت يوين لي زادمينستراتور نغيو دان الاداره كنت نديها دونك ديني جن القطيعه ما انا غير تعاد من بعد يعني واتوشي واروشي شي الفرصه النخب الريفيه اتقمت ديال الريف و دازت غزدات باش الدفع خف من الرزو اللي غدافع عن فخار سنسن ومن يوقع 58 59 يجاد اجنا الرشم دابا رشا غير فين الوقت ني و إريفين قيس قصيت من الجيغ استورنا الطاس 58-59 استورنا في 84 استورنا في 2011 20 فبراير العرقة من الفكرة تيكتي الفكرة اللي تفقن جيمانيا بني ديني أم خمبر أم قران جار إريفين نغجر الدولة أواني دي إريفين و أزدى يوانيت العرقة تبنى خر حقرة نغل إكسكليزيون نغل تهميش نغل احتقار أبونتو نغني
الثورني وذان يسقسي التهميش الاقتصادي السنف ادم سان ديني وذاني خسن هاد إيريفين غارس التمنيات بيزنس مان غارس التمنيات خسن هاد هاد كين الدوينتين عشرين سن هاد كين المشاريع ديال الريف قرناسن راح مقيم المشاريع كي طنجة نيغ كي فاس نيغ الدار البيضاء ثالثا وتزمر مشي ستادير تكنا سنتين عكرف باش ويتيري شي الاستثمار إيوذان إسقسيغ أنك أوراد المخزن ماشي غير ماشي تكنا الحقرة تسرتي في لو بوليتيك نيغ كي توماس تكنا أوراد الحقرة كي تدامسا يعني وريخيس شي ثمرتنا هاداك سيرين المشاريع وأن أن بد خضرنا لنا وما قارن بلي نشين إيريفيين غير إيماسن باش نبنى ثمرتنا باش غير نغيدي وخرصنا إلى آخره وسمانايا هاد الدورة غا كسيل غونيت اسمي قار توماس وسطف شي وها غا تدامسا ني اختصرتيت ني غامزرو سطف غا إفرديس نمار تو لي زيليمون كي كونستيتيو ليدونتيتي دونك واخا شي ني فلسفنا نغني قرناس أكثر من تسوالف identity politics انت قرازم لا النظريه ينو صدر نظريه نقصهون تسوالف تيرميتين تزديرين يعني لي زيكسبيريونس مورال نيجاتيف اي دي جان زيرا جا توماس باش تسكرنت تاغويت توماس باش ديمون اديمون وين غيمون ماشا كي كود ليس اكسيلونيت ثورتي تسوالف ان جروب زعما ان جروب غاسي دونتيتي تسوالف طالبي لوجو والسوار شيخ لي جروب ايدونتيتير لي جروب كولتورال وسوي ديال الملاحظه كون زوار بلي ما راه خصنا نسيو فعلا خا توماست ان راح غطايلور ولكني ولكني اكسيل هونيت اتهم ما يطاس من زي اس بي انا ما مش انهزيت يعرفين لي موفمون كونتيستاسيون بوبولير ما مش انهزيت ترورند ولا ترارند تمغيد كي الحبره نيغي ليزيكسبيريونس مورال نيجاتيف زين الطاس يزمر غاونيني ولكن مشا يمكن تحس لا قيم لي حقاش تعرف مزريت هو ولا لقاتش وشي غاونا راه ما ريزومي مش اسقسي غاري مش توغا ما يجات تجي واش تسين خارا مورا خارا خزرات لا تجاغ مورا دمام جدا سكشي الاكوادور مي خلاها نجد نو تسعت بيزوندر ني غلا ما مش توركني توركني ايش تعرف تقرا بكي مرن خزان ام او اغو دم هو غيم سان اللي يعرف قام الحراك وخوس قان شي مني و خزان تسوا خزان على الحريق مش وخزان شي مش غاس ثلاث جرام اذا خصك شي مهم اذا صغري تدمسا دوزرف ايكونومي تيوا مشات كير تيرزيت كي تسداو من لوزان يونيفرسيتي لوزان صغري خص غتخدم في مستر لساني مازيغيا 2016 باش نهار يدي الدوكس وهزينا الريف راح غورس المدينه اللي غاس يجني مهزاقة عادي تجاني كيير التيران مرات خص نبدل اسنت نعمل على نفسي ديني اخو مسقن عن النظام كل جناح نعكو خاطر درينا ماني غنى في من تقز شكل كلشي زعما استكش الانفلونس نيست كلشي ملي يتمثل باش تقول لي فيسبوك باش اش نسن بكي يصل قيمه وردين بومنس تقع
بوبريد ديش بوبريد ماشي از مرة اش از اخر قادخ ثم حميد دولا اللي كان يتغيز مازيخ نعرف انت زي اسمر زي جنوب الشرقي دونك عجنة تسرخيش اني متوكر تقعنا لقبيرو جي تقبير انت زي لا مسنا ولا معزو يتك معرض عزو تنسخ خل حيرك نعرف نيخنا زي نعرف دونك نتقاد سوا تصخ مرة في زمان في تيك مهم مش تصقو بها يستنخ المهم نتاق ملتزمة سنين هون بيجي تما لي في مسلينا تما ثوسنا العلم هم بتون تغاسيج الحس أمازيغي سنين يتعتمد مرة في مسلينا مرة مني يقنن في مزيغة الهوية الأمازيغية تنتد مزيغة إيه إذا عرف أم بارتيكولي وانا بني أخص خذينيخ تمت حميد شنو هي شوما السر اول مس الزن وزن شنو نجد نقدي ني هاي قاش بدي سيني نعرفني غا نجد قاش بدي سيني نعرفني تقعد زبازي زبكنت أزودو مت حميد تنمير تطس هو ورن الش يسخن تنمير رخو غابر الش يثم إذ جير إذ مزخ منه تصفقان هو خد جيرث تنمير توماس نغ إيدنتيتي نغ الهوية نيريفين قنطس غا خميت تنعمود نغ الحجرة نغ قنطس غا يرسن سن أعمود السن تنتس غابارا زيست مغا توماس نغ إيدنتيتي فين يخمين السوار خمين الشافيخ في النغ نسوار سواور ميدن نيغ نسوار خمز روين ميدن نيغ نسوار ستوت ليت ميدن قارس ما تفاخ أحفان من باراني مش عم ماس سنتغي شو هولندي قنا قيد معنسن إيق قارش هذا السيور سواور ميدن حما يفامن قارش لا السيور سواورينو حما ذي حما تسمغاغ زكيخ فينو ونغني مارو ذاي فيه ما دياسة تسفهمه ما ميت أزوا خميني خمين الشفيخ في النغ قاع عمود من البارا نيس نيني بليح ذا سبحان اسم غارة نغ دج نغ أسقع اسم غارة نغ ولكن يخمين الشفيخ في النغ مين ذا نغيت المنوية بيجو سقسي شنار بيجو سقسي شنار ما تجمع حتى قد الشين تباريك نز أسقسي ديني أسعودك شمالك من وايس الواس كم غنى ذا وما تغيوبا أسقسيل ثني ذا جيث قد المارة غاو عمود ما شرخوي نشا عمود جارة نغ نشفية ويا نستور سيرس واتجيبون نغ نقار اسمح نزا فهمني النغني أرمن بغا القيمة منوية أيوبا نغا أسقسيل نك وعر شويت لكن مشان نزمر أنا أتنفسي شويت زيني عطاسنا عطاسنا مغرادنا عطاسنا لزيتود سور نتخ لا مونتاليتي امازيغ لا مونتاليتي بربر وداك من تقارد يعني نشي نشاف يخفون النخس يخفون النا ماشا انا يا عاود اتسمست اون بونسي لا دوميناسيون اسمي ثو غنغ دوميني يتغير انا باللي ونزمر شي انا راه غزداد بان نشي هو غير مخشي يمسل بان نشات يخفون النا نتايا ويا زيني جنا إجنا ليتيك ما رتخيسد لو دوميني ماشا الخزراثة ماشي تيدت مية في المية ماشي تيدت مية في المية ديني إجنا ومسنا وعاود الانتروبولوج أمريكان قرنس جيمس سكوت جيمس سكوت يقراك أسمي أسمي إيجار كالم أسمي تسوس مدونش مثلا كي المجتمع تمدي ماشي إيوذانا ماشي ودانا قد نتصان نغدي ودانا وغاس نشتي زماع ديني ومامي يستوري تخ لانفرا بوليتيك لانفرا بوليتيك يعني من التمسارن سوى الداي قبل التسدغة البوليتيك دونك لانفرا بوليتيك
انت في ذاكس انشتا يا ويا لا انت في عاود يوزن يوزن السور السور تقنا ازغن لا كريتيك ديني النكته ديني اين ونوور لي مانيير دو بارلي دونك لا كريتيك تجا تجا في المجتمع ام خون بردانيسا هو عاد لا كريتيك ني وطوت شي تنو تنو التمغار داكستري العافيه تتمسي باش تتبين باش تتبان تظهر وتسبير بني ديال ني ام خونبر دونك سي لا لا ماتوراسيون انا مرا ورد نويشي في قيمه ديال الفرق بوليتيك ومنايا شنو نو با دير منايا ويقارشي باللي يوزن تصان وتكن والو نو مرض راح بغات تمدي تسردي وزن من قرن روخ روخ مثلا كاريف تسرد عاود النكات خرب مخزن النكات خويا ويا مرا تحلل مرا تسني غصب ما تخرص ديك من قرن تفد ديني من انتليجونس ديني جن شوي شنو تقرص شي ديال انتليجونس ديني الانتليجونس نيوزان مغار مغار يتغيرك قطسان ولا نو لا سوسيتي تاعتي داك سطاس نتغاوسي وين تمسرايل يكين بكان نهاري غاتا في نهاري غاتا في تتفق تفق دونك وارتفق شي تيختيني الفكره هنا ديني من النت ديال وركني ماشي 100% ديني سي غاوسي وين نغني ماشي مريم سقسي ازيد سقسي واه مش مين يجين مين يتسجن في اوروبا خمريكي ديال المغرب نقدر شنو مشان ظني مزيغ ما تتقن دي باره واجي دموس مش مين يتسجن مزيغ نخ مزيغ تعرف اللي تعرف شتي تسوى مع ميدا ادي السور سيرس تعرف باش ندير باش ندير واجي تعرفت اصل فصحى واجي مو الفصحى السور انت كم رخت عرفت دي وجدة الجميع طريقت مر الخط عمل وني قاعد نغاس نفتح القصر كل شيء تفتح خاوض نديس مرة مش هو خي مني نتفت عصا ويخف الناس يسور زيت ما يخسر غير جن بسيكولوج سيدا بيمغا جن حاجز هذه هو خان غدا غيني من تقل نيخش نغي واحد السجا نورمال تتلايتنا مدابو تتلايتنا الدولة سي لا غون دولتا سوت لايت مدابو يعني اوار السلطه المخزن يفرض يخفي ناس غير المؤسسات هنا سي لا في السكويله يبنوا يبنوا يجن لا نورماليتي ستادير سي نورمال ما يتفار سكي ني با نورمال من يعني النورمال يتفار اسمو فور سكي ا نورمال سي كو اقنا المشكل ماشي ديال العرب زمان نصور تاع العرب ياك ولكن المشكل ديال المغرب سي كو نصور تعرف ما نصورش تمازيغ انت الشيء ياسر القيمه يتعرف وانت الشيء القيمه يتمازيغ سي تادير المغرب وري واحد الشيء غايج من الدوله بيلانغ ان سيستم بيلانغ ما لدينا ان سيستم بيلانغ وين خصنا ديسو نستعرب باش نستعرب نتفهم تمازيغ وين خصنا نستعرب تمازيغ باش تمازيغ تفهم وين نستعرب تعرف سا سي نورمال كيجنا كيجنا تمتي كان كان ديفيرس داك التنوع ماشا ماشا ما تخرج راح بعيد قال نفهم ما يمي نسوا استعرب تطاس باش تنسبي باللي نسان وقرع مثقفين قرع كذا سي لا دوميناسيون سي سي لو سيستيم توقع سي بورديو مولد معمري مولد معمري يجيج مصاود بورديو الناس بورديو قشر الخا فوضى تاريخ ست مازيغ ست قبايليت كذا كذا عاود هاد شويه خو بريدينا سي تادير واد زمات شي تعقب ست مازيغ انا مي سميتري زيد راه متسند يمسن نيوذان يتضمن دونك سي تان باساج اوبليجي ولا بد اتسند يمسن الاسم ماشي خصها تعقبت باسكو من زي من زي ديني يتبدا يبداو من غير يتبدا لا لوت شنو هي الشطه نجات النق قايده قايده لا يجند الزاويه تصفن اي فورس نجا شوية مساعد راشو شفت يوم أما شاء تفسق أم نجت قيس سورة الطاس حميد قبس قد يمشي المحاضرة وحد سورة الطاس الطاس وإما ثمير قبش ثوبة حميد حميد موتي السنان ويسيو شخي خفيت مليح حميد الدكتور بروفيسور يعزو دم يعزو
يصغر من يمدا يصغر الاكونوميغ و المهم الرخاء رجع رجع قد شطت مع هاد التوسيد دي المهم دي سوينغم ستين سكوسات كان يتوقع راح عمر المحد المهم قد شطت و اسقسين احمد سبط الدور رخاش جديد ذي 2017 تاع السود ذي بوسون يكون الزين عارف احمد سمون مارينيت ذي فورم تسمى مودليس الكتاب الكتاب نيونين ماني هو مدروخ دين ايج ندليس قبل افكمر يعني عاد وكمل خشي لاتيز لاتيز قاني غام شويه شويه زيت كتير منزل الافكار يتجام من اكسل هونيت مش هادين نعاود اسمي خدمة اسمي خدمة من قرن ريفين كون هزين الريف وفيه بلي من كين يصلح الطاس انسولخ كونتر اسباس بيبليك يعني الفضاء العام الريفي المضاد دين اسباس بيبليك يجن المفهوم يجن ورمي ونها برماس اسباس بيبليك بورجوا دس امصابا دي زارجيمون واردين بومنوس مش هامين كين ريفيين يتشبه ترواس يجنو اللي سنغنين كلوغ دناكت سنيني مسن إلى ألماني ثغتن كونترا هابرماس نتنسور نخ لسباس ببليك نخ بابليك سفير خيوذان ويزمر مشي تسيورن وغرس مشي ما مشغى تسيورن وغرس مشي تتليس ومن تعيشن من تدارن ونزمر مشي تنفرباليزي لأن لسباس ببليك نغا الاسباس بوبليك يخصد غير كثير تيزمار باش تصوض من غير كبور ماشا شي ثورتين ثلاثلايس وتجي شا ماشي ثلاثلايس زعما التمازيغ نيخ تعرف ثلاثلايس تدير وذاني سال الاهميه من لا تيوري كريتيك تدير لا تيوري كريتيك نغد تسنى يخصد تك المرافقه من الجانب المجتمع الحوايج مني ونزمر شي خاص نتنسيور يخصا لي سوسيولوغ لي انثروبولوغ لي شيرشور ادمونا تمتي ادان غيني من الجانب تمتي والتوريج نوار ايجيني ورد النخشه سي كو اكسيل هونيت دي دو كارينس بنان اساس خارص نسن ومن قار ايمانانت كريتيك لا كريتيك ايمانانت من تعرف لا كريتيك ايمانانت تبنى عاود انت سكون ابل لا ريكونستركسيون نورماتيف تعاود تبني من الجانب المجتمع دونك يجن وخارص يجن المجهود تيزم مالتين مقرانين باش تسوفغد من ثغاي نفرن يثمتي واسمي الساور نريفين السوفغد من النفرن ديال المجتمع نسن من ثغاي نفرن ما مشي نفر ريافه لاباس عليهم تربندو اقا غاسن هولندا امريكا بلجيكا يعني نسنفر المعاناه من لي زيكسبيريونس ميراج نيجاتيف ستادير تيرمي وين توس ديري نسنفر تنس لي كليشي ونسنفر تنس ان ديسكور دومينون ماشا لا تيوري كريتيك نخرص ابزغان نغد نوزغان يخصا ديك كس مناني باش هاد يدف غرا تجا من الجانب ديال تمتي باش دي السفره مناني اي بارمي الحوايج يخصاور نك تكلوك السوان خمين النفر ديال المان غير وقت ني يصورها برمسخ لسباس بوبليك ديموكراتيك قان بنو كونتر النازيه كونتر الفاشيه دابا ني صباح وركيني تو لي ذيني عاود اجن المورس ونقرر ديال المانيا ونصور شي خاص دونك استعمر غمانايا والصور في الفضاء العام الريفي المضاد باش تسبينا بلاني ديني بونتا مزوارو ديني الفضاء العام المخزني ديني الفضاء العام المخزن الفضاء الرسمي عند المخزن ماشا الاحزاب نغيشا برنسرتن وزمر نمشي اد بنات اجن الفضاء ديمقراطي من زمر تنيني نسمات امن كلوغ لو كونتر اسباس بوبليك ام خون بريدجان هو الاسباس بوبليك وانيتا ويزمر شي الديبان سيما سنني انسن يقصد ديبان سو دوكس انهزيد يغرفين الحركات الاحتجاجيه والروخ مرا ترمت هينيت مرة نغطاس نهزتني يدقص نتجاري المغرب وتفغنشي شاقي الأحزاب يشابر نسرتان
نغي الجمعية تفغندقي غغرف يعني تجربة نشعر ثانية هذه النقطة مهمة يجني البونتو تهم نبتس الاناليس سوسيال أو الاناليس سوسيولوجيك شنو شطاس تفغ يمكن سيا شهرين في الشهرة دي فغ السوق يقول أش نعرف عاوز إريفيين طيبون تسريع التعريب مثلا الانتفاضة 54-58 المطالب الانتفاضة إذا أقل مشهورة كتاب دافيد هارت قاعد تسريع التعريب مرس صور في اللغة الريف نحدد مولي محمد زي الحدود الجزائر حتى على العريش دي نجوجو صور الدرجة وش المشكل نيوزانيستر دي نيوز توافض خصم تاريخيا نسل استعمار التعريب لغنان ولكن صور الحدود كسنين بمعنى أنه غير تاكيس نبو فراح نستهي الطاف صور صور تعرف اذا مقدس لقي مليح مرس الوجود الوجود اقام حدد قد خارطة النبي من هوني يصدر لني قدر يفعل وشي المسؤولية انه يفقق لني يفهم بس لي من صور تعرف وشي المشكلة وشي سي با سون بروبليم سي لي كوم سا دونك يخلق لني يا ميفا وشي المشكلة تلقي تعتبر في صدري في وخاصة صور تعرف وخاصة يريفيني هاجرا طنجة تطوان الى غير ذلك ثالث حاجة واش ممكن دوك الشيء نظام كي اسم امين معلوف لي زيدونتيتي مورتريير الهويات القاتله بمعنى انه ميغان ذا ثغم التريفي واش يريفيين مكتمات مرا نغلق خفنا بزاف غونفيرمي سور نو ميم واش وتما تشكل شي ديج المشكل يعرف واش الان الانفجاره انهزي انا ريفت المليح ولكن الانفجار اللي فيما بعد تسمى يطرح فينا مجموعه على الاسئله خاص ضروري خاص نجاوب شكرا سبحان وسمى تسمون ذا الثلاثه ما حنا تف بالك الانجينير سقي يكون نظري انا جات باش يا زول قدر مرة ديتي حميد ما تنساش جوج تقريبا رمزني باللي الحراك يمشى لجن الإشاعي مغار إثم الزيخ الهوية الناس كلشي إذا ما هو التوريد رميني يشاه يشتير مخزن زي الحراك نعرف ينفضح لا داخل ربارة ذا رجل ساعة قصة وركيز باش تويز ما هو التوريد المخزن يبدر السياسة الناس أنه في إطار الوحدة الوطنية يروح على جهة النغني يبدا يسهوش ثند نير يسفق ثند إقارس نفسه السور الهوية الجرجوارية هي الأمازيغية ونظر لكم قاودي المؤرخين والسيون لا المازيغ الأولو نظر رجالات الدين لاني هني قارش أحقا الشين والجبضة عربا نشين وقعنا التعريب وقعنا الاستيلاب وقعنا فين تين تين يعني من الموت وإذا مخزني دينا وار ناس باش اليسمون الريفا يتجاه يطرح غايجي اتجاه النغني واخا انت يتورى مؤقتا يقصح باش يريفيين فنشان الاستقلال وانما انت الشاه خراب وجه يتجزرانا غازال ولا سقسي شنو هي شنو ساعدنا غا خطور نجاكيم راح نيش نغا سقسيها سوفتي غاد هضر على السقفيليث فرانسيس راح كان راح كان تزوارا كنا تنميرس vous nous avez réconcilié avec Tamazirs et la recherche scientifique
c'est un vocabulaire smazir très riche concernant la recherche du domaine guinéen. C'est vraiment c'est magnifique. D'ailleurs, Fahmarak, l'intervention, il est là. C'est difficile de la présentation, mais Fahmarak complètement. Rory a succès quand même. Ça a droit, je pense, le traumatisme historique. Miel population Xan, un traumatisme historique. Le système de guérison de la population humaine, il venait de l'expérience locale, avec des expériences d'autres populations, Amazir, autres. Maintenant, les traumatismes guinéens, le système de guérison pour l'avenir. سنة مرتنهم إنه أنا خي سقسيتن أتجاوب غيماس سعيد ومزورو شو السؤال شيخ أنه يريفين قنن في غفونسن وضيور قمزورة اسم السؤال خفتومس نغلهوية السؤال خاص إلي ديالوجيك داك سام صواد وأم صواد جاري ريفين دي ودان النغني نغدي الأطراف النغني إذا سنوشان الإحساس بلي طواح قرام دونك امري ريفين قيمه واحد سن وزمرش حسن بلي طواح قرام دونك الحقرايه تدف قوم صواد اكد ونغني واش ديني الهويه القاتله نزمر انا واخا مين تاعنا الهويه القاتله ديال المغرب واش الهويه نتما زيقني نغ الهويه نتو يدو لا مثلا لان ديني عاود لي استعمرت الهويه ديني لي لانسترومونتاليزاسيون ديدونتيتي واش الهويه il n'est pas fossilisé il n'est pas statique ou savoir chercher le هويه comme figé essentialisé زعما تغات essentialisé اقد قيمه مني يري في النهار ماشي يري في يضنط يري في انت واش زمر ماشي درنا يري في النهار دونك l'identité نختوما c'est une construction continue c'est-à-dire verbni voilà il est continu c'est une construction d'ailleurs on parle la construction identitaire ونهار سوا ريفين مثلا انا سمديا ما ريفين نهار قرناك غارنا المشكل ديتو ماست ونزمرش سنيني تخضر يعني لو شيرشور يخصص هادي راح هادي فهم ما يمي ريفين قرن اقا العاده وغارنا المشكل ديتو ماست دونك سي لو شيرشور كدوا يخصص هادي الجواب صحيح تذت ديني ودا نقرن الهويات القاتله ديني الانغلاق وعاود ديني الافكار نغني ديال الريف ما ماشي غير جنت مازال تيكي تجان ثوريا غالي بقويان بني الطفت يعني المابين لانغويستيك من الريف اتي ناوي مره باش انني اقا وردين هو ايش نتوما ما نتوما انسقسي وذا واش قرنا في نيتني ديال ريفين دونك ما قرنا في نيتني ديال ريفين صافي خصك سير ما نهني اتفهم ما قرنتني ديال ريفين جو نو با لو رامبوزي ليدونتيتي دونك مانايا دفر ليدونتيتي دفر نتوماس ديني دي بروبليم سمتنا اكتي لونيت لي زيكسبيريونس مورال نيجاتيف ياك ديني ريفين ديما ديني مازيغ ديما ولكن ما يميش توراثين تكارن تدقوس مانا اني غار سميتني ديما زيغ لحقاش تطوض اجنا تطوجني اجنا مور اجنا الوقت من تعانان من غارسن من يتقسم الطاس ام خمبر وهو روفينشي يوزان يغا يخرصن يمانايا بونت ام زوارو بونت ويست ناين ديني دي ليكتور دومينونت ستادير ديني يخرصن يجي يتجانا الطاس ليسون سوسيال ستادير لي زابروش بوزيتيفيست ام تين دوركاي مو غيست كونت نيغا ميم دون لا سيونس بوليتيك كي انستالي ستادير غير تو سني وين تيسرتن لي سيونس بوليتيك ديني يجنو خرص اقد تخزر زيت متي زنج قاديني ام خم برداني سام خم برداني سام وغير نخشي اون سيونس بوليتيك كريتيك دي التاوين لي كونسيبت ني التاوين تو سنوين سوا داي اكوش ان اكزامبل ديني مي بار اكزامبل رانسير جاك رانسير تجنو مسنا فرنساوي يقرب لي دي ليدونتيتي مثلا غاري ريفي اسمي السوار خ توماس ديال الحراك قرنا نمشي
داكنا اختاس دوغي داكنا منيا داكنا تيويزي داكنا اطاس لي فالور اطاس ني مدياتن كيز انكوربور كيز لي زابروبري وقرنا في ناس سخرقان وتقنخان الحقره دونك ديني لو موا اي لو سوا قرشي ذا عربا قرنا الى قرن التمارس خانة ولكن مرا مرا تقد شويه التحليل تاخذ اقا والنيت تمارس الحقره غير الجذور غير ايزوران ليديولوجيا عربو مسلمان غير ايزوران تاريخ الحركه الوطنيه غير ايزوران ماما قبلها الى اسمي ديوت في الاسلام دو عرب ولكن ونيتا سني با ماشي داسنتل سني با لو سوجي لو سوجي روخا هو ممشي كاع ونهزينا الريف ادي بنو يخفينس جوستومون ادياوي ادياجين ديال ايدنتيتي داير نصر زفزافي مرات تعقيره من قراصني مغربين نشين اقل عن صغيو مرات خصمه معاطف ما كيدنا صغيو ورات كني دونك اليا انا يتمصاود اكد وايل اكد يودان نغني قرص اقاش ما مش غيري مثلا التعاطف اكيدنا وقول لي سي غادي فغن اديني المخزن سي ما الناس يستخدم منايا يستخدم لالتيريتي يستخدم توماس نريف يقراك بلي الريف وغارت نمشي ام خومبر وغارت نمشي زعما المشاكل نيت تقل المشاكل فهمتي نيت تقل المشاكل يعني دوار توماس نسن ان اوبجي دو ستيغماتيزاسيون على شرا استدير اسمي صغيو تتريز الفنانين يعني شيء انورمال يقرصني ينات النغني وذا النغني يقيل المظاهرات قم زوارو يسني مزوران الحيرة زيني أطاس نتمدان أطاس اللي في المغرب قيلت تظاهراتنا ولكن من بعد مني مسارن قرنا ديني ان استيغماتيزاسيون كريميناليزاسيون الحراك لو ها المساس بالوحدة الوطنية الانفصال دونك يتسمى توماس التاريفيش سرساقنت سجن الاستيغمات سجن النعوت باش يولن الزكسن رولن عند عقبه باش هذوك واش كتجاوب ام قالوا ديني ادورنو جن مثلا قرين عيش ورد تاع النظريه النقديه اللي قال بلي ما راه نخرص كاع الريف الريسك يجن الريف يجن المرسو يجن او ميم طون جو ريبون ا نوتر فري كابي الريف يجن المرسو يجن لا توتاليتي نهاري فكر كاع الريف تسمى قرصه دورنو ما سي لا c'est le fragment qui illumine la totalité et je m'amour sur dans zian ذكر داك تمس ولكن يسد لنا من يعنى من يعنى لو توتال من يعنى الكليه دونك سو اريخ سانس تسقسيخ سانس ما يمي ينات النغني ورسغو ينشي امريفيين اوكي نير ما يمي لا ريجون النغني من داس المسار ورمون مسك هريفيين دونك واز مرخش تسقسي غير في سنير ما يمي المغربين ورمونا كيدون غينا نو سقسيت لا تنغني عاد انا فقر خينا في صغولة سنيني يفو انكور جوستيفيي يفو انكور ارغومونتي يفو يعني امي وراسني قديم من داسني وقعن يعني كفايه اسني كفايه اسني داسني وقعن ما راديني يجن شي نتو السنه شي نخرص يخصنا نفهم من نيورين باش لا تيوري جوستمون لا تيوري ني تو السنه أتدك أكدمين التمثال في المجتمع إنه دولي مونتري كم أمشي لحشت واتجي دانيثا واتجي تسا أرور نتني أقن دانيثا يمكن مرة خرز دطاس يمكن يارلي فقيمتشين لحشت قرنس من توني مغربين من عناني مغربين يمكن من بوان دوي سيسا ستدير سيلا سي لو فراغمون كي يلمي لا توتاليتي يجن الحش تام مزيان ولكن سميت سيقسيق تضوى مره من ايجو قديم قران لي جتوالي تعاود شنا ثاري مزرين رجت نصاسي اسم النمزي ثاري مزرين وورن هانيدا شحال قال موانسري خارم وور واخا درو سيدنا ماشا ترانكير وغادي نبوينات ايش نشاري في طب قرانت باش نمشي غاز دور لكم باش نشاري اسقسي غاري ليش ما قاك شماتي التانية ما نمتشي لها في مسلاش ذا بار هذي كيو يدلاب طوب ماشي هو يسقزات خاقا خش جارك بيغن في غبارة خذ زاد
ما تواريت واخا ومعليش انت هذا قيمتي باش وستين هذا قيمتي باش معليش غير شويه الوقت غادي لي الخدمه مال المونيت عاود اجي اسقسي عاود شفتي و انا جات الله يديك عافا انا جات كذا اش مالك كيما شحيرك واش راه الشعب قراني تمازيغ ياك زيد نزرك القرية ان المخزن تي راه خلطاره هو الوحده الوطنيه في اطار الهويه الامازيغيه كذا السكادر العلماء الناس السكادر المؤرخين الناس اللي صور قاش حقق مشي المغربيين وتجيبوا له عربان قاش وقع الاستلاب هو هذا التعريب وزيد وزيد في اطار ما يميل ان عارف يضمن جزء نودان اتخارص ارزون الاستقلال غوارغاس يعني ما وجبانيه يتم ديج الضربه استباقيه ديال المخزن التوجه نينا يتم مثلا زياني ما دواش قصي تقدرش ماشي هو زعما خشاك جاوبه غير نراحك هو رمو من ندى قدا وتغريق شام قرص واش ديني شنو اللي اعترف انت زد انا غير اعترف اسخرق يعني لا ديفيرونس الخلاف جار لين ريكونيسونس جوستيفي لين ريكونيسونس ايديولوجيك اكسلونت الصور خاص الاثنين واش ديني اللي اعترف انت زد ما راه ديني اللي اعترف انت زد خصها نعترف السودان ولكن الناس النسرى من الستر من القرن من الستر ما راه نسرى ياسن نشاس من الستر الوقت الناس نيني من تخسم دونك اخصا سكون ابل السيمتري اخصا بلام اخصا الدوله ني الطرف النغني اسمي غير معاملكيت هادي معاملكيت كوم بير استادير كوم ان بير كانيد تسمى لا رولاسيون تاع ديالوجيك يقولوا كان المغرب يحال المغرب لا رولاسيون واش بير تسمى الدوله تبقى راك مت على الشك باش هاد الصوت المناني اقا شويه من ني داك ستيدت يعني ولكن عاودي وزن النغني ماشي ديفاي سنان بان المغرب بان المخزن اسمي شي قار تجات مازيغ يسولخ مازيغ نسنت يسولخ ما مشيت تخرص في مازيغ ولكن ما هو كيشي وذان باش عاودتني ادم من غان باش سنين لا قات مازيغ نارزو اقا من ما مشت لا اقا من تكا الى اخره فهمتي دونك ديني حتى يمنغي ديني ولادي منغي جمنت على مازيغ دونك سي سني با تيرميني ورا نكمل شاب دونك سي ان بروسيسوس سي اون كونستركسيون اكسل اون تي قراي مراري اعتراف يسدوس تدير يصحو وني تعترف ماشي اللي اعترفنا نتيبت مراري اعتراف التشاس ازرف اي وني توحقر جيجنا وسع جيجنا العلاقه لا باريتي تديرنا مراري تيريا تاسك الدول الديمقراطيه نصور نتمصور في الاسباس بوبليك لحقاش نيش ني الحزب ني الجمعيه سوي دي سوترنس زيت متي دونك ديني ان كادر المشكل ديال المغرب دون دي ريجيم اوتوريتير اسمي تفد الدوله تيا مستبده داك السلطه التيراني وردينش العلاقه انا لا سيميتري ديني اون اسيميتري اي دونك الاستباقني الهدف ناس هو اشيج ديما كيجيما تزرد خلي اعتراف ولكن ما راهوش شي شك المضمون غان كونتوني اتتود ما يمت من غاد والله ما سنغ وجاب غادي بلا سعيد نمش مش اسقان عاود من ديني نغني غان غزير خو نغزيرو خا نغزير قصو العشرة قل العشرة وني غادي نسقسي واش يسن بعدا غان غنباوز نفغ بالي نايح شويت كي قال كلاسي ماي غير السحاره اتسقسم امغان حميد ماري سقسي في غاو وتصل معاود كيسول جن حاج تعاود شنو هما التزويج تعرف النغني غير مثل حميد اخي باغي نقير خالص تي خاوه فادر ناس الاستراحه
وشطف أراهم نفلوس. هذا كيف.